احتملها يا اسناني طربة عيون امي عبت عيني يا حاني لو ضربتك يا والدي بسيف المرادي تحرك امير المؤمنين من مكانه قال لها يا زينب لقد ايتيتيني مصيبتي بمصيبة امك فاطمة قالها يا بنتي والدمع بالخد سجار أعظم علي والله من ضربة المحراب يا علي يا علي قالها يا بنتي والدمع بالخد سجار صوب صوار أعظم علي والله والله من ضربة المحراب نسيتها وقلبي عليها دار